السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا. هذا المقطع هو 360 درجة. لو تفر الشاشة عندك في يوتيوب، او اذا انت قاعد تشوفني من الجوال بس حرك الجوال راح تكتشف انك قاعد تشوف المكان كامل. اللي وراي هذا الحين معرض سامسونج في كوريا. احنا في كوريا في سيول، ومعانا حبيب القلب، يا هلا وسهلا، يلا حي. نورت كوريا، يا بعد عمري. معانا بندر بريدي بعد، اهلا وسهلا. لا تقرب لي، راسك اطلع كامل. شوف. يلا خل نروح نتمشى الحين ونوريكم مقطع. هذا اول مقطع لي نزله 360 درجة في قناة في يوتيوب. مستمتع بالفكرة جدا، انه 360 درجة تقدر تشوف كل شيء وانت في مكانك، تقدر تشوف كل شيء انا قاعد اشوفه الحين. المبنى هذا اللي قدامي، فر الجوال عشان تشوفه، هذا المبنى مسوين زيه في الرياض، تعرفه؟ هو هم اول من جاب الفكرة ترى. هم الكوريين ترى يقلدون اصلا، معروف يعني. هم قلدونا ولا احنا قلدونا؟ لا الكوريين قلدونا اكيد. يمكن والله، يمكن احنا مخترعين الافكار اصلا. ايش المنطقة هذه اللي احنا فيها؟ هذه يا طويل العمر منطقة جنم، اشهر منطقة في كوريا. جنجم ستايل. ايوه، تبع جنم ستايل. اوبا جنم ستايل. فهذه المنطقة ايش ميزتها؟ هذه المنطقة تقع في جنوب، في الجزء الجنوبي من سول، مدينة سول، وتشتهر بانها اغنى وارقى منطقة في كوريا. والناس اللي فيها دائما فخمين. الناس دائما تشوف كشخات، وتشوف السيارات ان شاء الله كشخة، والعماير، واغلب الشركات برضه موجودة هنا، واغلب الماركات ايضا. تعتبر اغلى منطقة ايضا في كوريا. انت بلك لا حتى طريق لغلط، اصبر. والله ابغى ارجع على الباص. بس شوف، على الاقل تصور عشان تنصدم، على الاقل انت مصور يصير له فايده، صدق يصير واضح الصدق. والله الابراج هنا والاجواء. شوف على يسارك طبعا، هذا جنم سكوير، في ستيج تبع جنم. كيف ستيج؟ ستيج ستيج يجون فيه الفانز تبع جنم. ايوه، ويسوون هناك يصور. يروكي من بنروح له بعد شوي ان شاء الله. ايه، هل دخلنا مع سامسونج؟ ما ادري، انا لست من محبين سامسونج، رغم اني احب احترم اي شخص يستخدم سامسونج، بس انا صراحه عندهم اغراض جدا كثيره ومنتجات جدا عاليه، ومميزين هم في شاشاتهم اكثر شيء. شاشات عندهم الألوان ساحرة. فر الكاميرا، شوف السيكل اللي قدامي هذا. مدينة سيول مشهورة بالسياكل، وعندهم هنا مواقف خاصة بالسياكل، يعني مواقف خاصة فقط سياكل وأدوار، صح؟ بالضبط. عن طريق الكارت. عن طريق الكارت ممكن تستأجر برضو سياكل، تحصل لها باركات مواقف معينة في أي مكان. في أغلب الأماكن تحصل دائما في أماكن تأجير للسياكل. ما شاء الله، أصلا كوريا أستغرب في كوريا أنهم يحبون السرة، يعني يحبون يمسكون سرة. إيش السالفة؟ نظاميين بزيادة يعني. ثقافة عامة، أنه تصف بالطابور حد ما يجي دورك. شوف اللي قدامنا الحين كيف هذا الحين ينتظرون الباصات، فحتى بالباصات، ركوب الباصات برضو يقفون في طابور. شوف كيف الطابور اللي هم واقفينه. طبعا احيانا توصل الطوابير بشكل ما تصور، يعني 100 متر 150 متر. تخيل طابور يجيك نص الشارع عادي. اي، على مطاعم مثلا، على افتتاح محل، على اهم شيء انه اهم شيء يصفون طابور ولا يتعدى حق الثاني. والله هبير يا صراحة. عندهم شرم نومو جوا مونيتور، شعب منظم صراحة. يعني الشعب الكوري يتميز انه شعب مؤدب، شعب محترم، شعب يعاملك باحترامك. ومن اجمل الاشياء في كوريا يا محمد، اللي هو احترام الكوريين للاسلام والمسلمين. هذه من الاشياء الجميلة في كوريا. يحترمون الاسلام، يعني هم يحترمون الاسلام والمسلمين، ويحترمون كذلك المحجبات. يعني كثير في كوريا اشوف محجبات ومنقبات
وبعضهم ما شاء الله عباية سوداء ما تشوف منها ظفر، واحترام، ويمكن تحترم أكثر من بعض البلاد الأخرى اللي فيها الإسلام. فهذه من الأشياء اللي فعلا مميزة في كوريا. والله هذه معلومة جديدة. طيب أغلب اللي موجودين إيش الديانة حقتهم؟ والله حاليا الديانة الغالبة هي المسيحية، هذا بحسب يعني ما في إحصائية دقيقة، لكن بحسب البحث واللي نشوفه. شوف شوف السرعة كيف، فروا بالجوال، شوفوا كيف السرعة. الغالبية النصرانية، ثم تأتي بعدها الإلحاد والبوذية، هذه الديانات الثلاثة هي الغالبية. طبعا الإسلام كثير هنا ملحدين، في كثير ملحدين. البوذية بدأت تنقرض الآن، الشعب الجيل الجديد بدأ يعتنق المسيحية والإلحاد، وأيضا الإسلام بدأ ينتشر الحمد لله في جهود جبارة. ليش يعتنقون مسيحية؟ لأنه الدعوة المسيحية هنا قوية جدا، دعم مادي، دعم، شوف الدعوة في كل مكان، في كل زاوية وركن لازم تحصل أكشاك، تحصل ناس تدعو للنصرانية. طيب والحكومة؟ الحكومة مع كل الأديان، ما في ديانة محددة، تدعم تدعم الإسلام، تدعم المسيحية. الآن هذا قدامك عشان أقول لك الشاهد، دعوة للنصرانية خاصة زي كذا، هذا المبشرين من الكنيسة يدعون للنصرانية. هذولا شوفوا قدامنا الحين، فتحصل في كل زاوية في كل ركن هذه الطريقة يعرضون المسيحية في كل مكان.